وفاة يفجيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في حادث تحطم طائرة تجعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقوى على المدى القصير بعد التخلص من شخصية قوية تحدت سلطته وهددت بجعله يبدو ضعيفا، لكن موته سيحرم الرئيس الروسي من لاعب قوي وذكي أثبت فائدته للكريملين بإرساله مقاتلي المجموعة إلى بعض من أكثر المعارك دموية في حرب أوكرانيا، وكذلك بتعزيزه المصالح الروسية في أنحاء إفريقيا. لم يظهر أي دليل يدعم الاعتقاد السائد بأن بريغوجين قتل انتقاما لتنفيذه تمردا في أواخر يونيو الماضي، وهو الافتراض الذي قال محللون إنه ربما يناسب بالفعل أغراض بوتين، لافتين إلى أنه من وجهة نظر بوتين وكثيرين من أفراد قوات الأمن والجيش يجب أن يكون موت بريغوجين عبرة لأي أتباع محتملين، والرسالة تقول بوضوح لهم: أيها الرجال، لا تعتقدوا أن بوسعكم اقتراف مثل الذي فعله بريغوجين والبقاء على قيد الحياة. على المدى الطويل يرى محللون أن وفاة بريغوجين بهذه الطريقة المأساوية خسارة استراتيجية لروسيا، لافتين إلى أن فقدان شبكة بريغوجين الواسعة سيؤثر سلبا على بوتين، إذ سيفقده علاقات شخصية كثيرة استطاع بريغوجين إقامتها في تلك القارة، بما في ذلك نوع العلاقات التي قد تكون ضرورية لتصدير الذهب والألماس من الدول الخاضعة لعقوبات مثل مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى. كما أن مقتل بريغوجين إضافة إلى مؤسسي مجموعة فاغنر قد يعيق قدرة موسكو على شن عمليات هجومية قادرة على الصمود في العام المقبل، حيث يعتبر الرجلان على نطاق واسع من أكثر الأشخاص تأثيرا في حرب تعرضت فيها روسيا لإخفاقات كثيرة محرجة. من جديد لحضراتكم التحية ومشاهدينا الكرام، والترحيب بضيفنا في هذه الوقفة الحوارية سيادة اللواء محمد الغباشي أمين عام مركز أفاق للدراسات الاستراتيجية. والحقيقة لا أخفي على حضراتكم سرا، كنا نتحدث أثناء إذاعة هذا التقرير عند النقطة التي ربما توقفت عندها ظهر أمس مع بعض الضيوف والمحللين الآخرين، وهي التساؤل الأول الذي سأسأله لسيادة اللواء. شرفتنا يا فندم. شرف ليا وانا بتشرف بالنيل الاخبار. شرفتنا. والحقيقه انا هسال معلش السؤال بهذه الصيغه، هو يفجيني بريغوجين مات ولا ما ماتش؟ لا قطعا مات. قطعا مات. وده موضوع مؤكد في ضوء تحليل دي ان ايه معلن يعني؟ وخليني اقول لسيادتك ان انا هتكلم على نقطه. صحيح انا كنت عايز اخد الموضوع بشكل اكاديمي واتكلم نشاته ازاي وظهر ازاي ونعرف الناس. خد راحتك يا فندم. طيب خلينا نقول ان هو الاصل كان يعني قضى في السجن في شبابه فتره، وبعد ما خرج فتح كشك صغير كده او محل بقاله او حاجه زي كده، محل كده بيعمل فيه حاجات مسكره صغيره، وبعدين بقى مطعم فاخر وسلسله مطاعم وحاجات، وبعدين تانية. سلسله مطاعم. كويس. هو اصلا من لينينجراد، واصغر اللي هي منها الرئيس فلاديمير بوتين. كويس. ولكن طبعا في فرق سن، لان هو حوالي 10 سنين تقريبا. حوالي 10 سنين، هو حوالي 62 سنه. اسمه ايه؟ يفجيني بريغوجين هو للاسف بريغوجين. اسمه لغايه دلوقتي محيرنا. بريغوجين. خلينا نقول يفجيني. يفجيني. كويس؟ طيب سبب الشهره ان بدايتها ان الرئيس بوتين كان الرئيس الفرنسي شراك بيزور موسكو، خده عشاه عند مين؟ يفجيني. كويس؟ من بعدها هذا المطعم اتشهر، وبقى من السواح اللي بيروحوا موسكو يروح على هذا المطعم، وخصوصا السواح الغربيين، لان الرئيس شراك اعجب
هذا المكان. بقت سلسلة مطاعم. بعد سلسلة المطاعم دي بدأ يورد بعض أنواع الأكل والغذاء للكريمل. وعشان كده وصف بأنه طباخ الرئيس، ورجع هو على نفسه جزار الرئيس، وشهرته بقت طباخ الرئيس. انتقل الأمر إن هو بيعمل إمدادات للجيش الروسي وصلت ل 340 مليون دولار سنويا، وده اللي تسبب في إن المعارض الروسي نافالني كويس اللي هو محبوس دلوقتي قال إن هناك في شبهة مجاملة ل بوتين، من بوتين لهذا الشخص، وبالتالي ثروته تضخمت. الكلام ده كله قبل 2014. في 2014 الشركة بتاعته دي شركة اقتصادية بحتة كونت جناح عسكري. الجناح العسكري ده بتاع الليتنانت كولنل او المقدم ديمتري اوتكين كويس. عملت جناح عسكري، بقت شركة مدنية شبه عسكرية كويس. الهدف، انا اسف المطعن، الهدف جاي منين؟ هل لانهم قوميون متشددون ومعتزون بقوميتهم الروسية، ولا الاسباب اخرى يعني بزنس مثلا؟ كلها اقتصادية 100% كويس. هم موصوفين بانهم قوميون متشددون ومتطرفون وما شابه ذلك. احنا بنتكلم على البداية والنشأة. هم اصلا شركة تعمل بتضم مرتزقة. المرتزقة دول عبارة عن المجندين السابقين في الجيش الروسي والمتقاعدين من الضباط، وقيل ان بعضهم كمان يعني رد سجون بالمباشرة. عدد كبير منهم، عدد كبير منهم ممن خرجوا من السجون وانضموا الى هذه الشركة اللي بقت منظمة شبه عسكرية. شقها المدني قوي في الاول، او شقها التجاري اللي كان فيه يفجيني مؤسسه، وبقت معها القوة العسكرية ديت. وبدأت من 2014 أول شغل ليهم كان في سوريا. حاولوا يوقفوا 14 و15 انتشار جبهة النصرة وداعش في سوريا إلى حد ما، لحين ما تدخلت روسيا بشكل مباشر بقوات نظاميه بقى، بقوات نظاميه وخاصه القوات الجويه، وقصفت وعادت كفه الموازنه في سوريا في 2016 لصالح النظام، يعني لصالح النظام الدوله السوريه. وبعدين انتقلت الى الدول الافريقيه في الساحل. و ده من بدري كده ولا الفتره الاخيره؟ لا، من 2018 2019 بدات تساعد عدد من الدول كويس، بتساعد الرؤساء الأفارقة اللي ليهم نزعة وطنية مخلصة لبلادهم ضد من يسعون خلف الدول الاستعمارية. القارة الأفريقية كانت وخصوصا منطقة الساحل معظمها دول فرانك أراب، دول فرانكوفية تتبع المحتل الفرنسي في اللغة كويس، وفي الاقتصاد، الثقافة وفي الاقتصاد، وفي اللغة والاقتصاد تماما. عدد من هذه الدول بدأت تظهر فيها نزاعات وطنية مخلصة، عايزين يتخلصوا من السيطرة الفرنسية كويس. ولكن هناك كانت تكون مقاومة شديدة من ورثة النظام القديم والمتعاملين واصحاب المصالح، فكانت بتستعيد بعض رؤساء هذه الدول بمين؟ بفاجنر، عشان يقوي مركزه ضد السيطرة النظام القديم الموالي للغرب وفرنسا على وجه التحدث. وده حصل في مالي وفي بوركينا فاسو كويس. عشان كده الدول ديت هي هي اللي واقفة جنب النيجر دلوقتي. الانقلاب بتاع النيجر كويس ظهر فيه المساعدة بتاعت قوات الفاجنر مع قوات العسكرية والرئيس قيادة القوات العسكرية اللي قامت بالانقلاب العسكري او المجلس العسكري. واللي كمان الدولتين الافريقيتين الاخرين وقفوا معاهم ضد مجموعة الايكوس اللي هي كانت عايزة تتدخل عسكريا في
لإعادة باخوم اللي هو الرئيس المخلوع اللي هو اصلا موالي لفرنسا. واللي انت لو تعرف حضرتك حجم وكثيرا حجم الظلم الواقع على الدول الأفريقية، واحد الحاصلين على درجة الدكتوراه وخبيرة في الاقتصاد أفريقية من النيجر، وقفت أمام الفرنسويين بتقول لهم يعني أنا خريجة هارفارد واخدة الدكتوراه من عندكم وانتوا بتشيدوا بيا كلكم. خلوني أتساءل ليه الخمسمية وحدة من عملتنا تساوي عملة واحدة من عندكم، رغم أن الكهرباء اللي انتوا بتضيء باليورانيوم بتاعنا كل فرنسا طالعه من عندنا، رغم ان كل خيرات بلادنا انتوا بتستفيدوا منها واحنا عملتنا 500 وحده 500 وحده تساوي عمله واحده من عندكم. وبالتالي بدا هناك درجات من التحرر والاستيقاظ الفكري في ابناء القاره الافريقيه ضد الاستغلال الغربي وخاصه فرنسا، وده الدور اللي بتعمله فرنسا. ايضا هناك دور احنا الحريص خدنا طبعا ولسه هسيب حضرتك تكمل اكيد من فكرة رحيل القيادة ومساعده لفاجنر، وطبعا هنتكلم كمان شوية عن مستقبل فاجنر وتأثير تغير القيادة على تمام. على العالم، سواء بالنسبة لروسيا، سواء بالنسبة لأفريقيا، سواء بالنسبة للجبهة الأوكرانية. تمام. لكن بما ان حضرتك يعني وصلنا للحديث عن أفريقيا فيما يتعلق ب ما حدث من تغيرات في السلطة وآخرها في النيجر، معنى كلام حضرتك أنه فاجنر كان لها دور إيجابي لصالح دول بتبحث عن أنظمة وطنية. كويس تمام. مش كده ولا أنا فهمت غلط؟ طبعا طبعا طبعا. حضرتك بتقول مستقبل فاجنر مع هذه الدول. خلينا أقول لك أن روسيا ما هياش دولة صغيرة، وروسيا دولة مؤسسات. أي. وروسيا فيها أنظمة قوية وأجهزة مخابرات قوية قادرة على تنظيم الأمور. امبارح الرئيس بوتين أصدر مرسوم بأنه حتى الجماعات غير المنتظمة عليها أن تؤدي يمين وولاء، يعني يمين والولاء، يعني اليمين القسم بالولاء والوفاء والإخلاص يعني. تمام. فأنا لا أتصور أن هيبقى في فرق كبير، لأن القوات اللي موجودة في ليبيا، القوات اللي موجودة في الدول الأفريقية الثلاثة المجاورة النيجر وبوركينا فاسو ومالي لم تتأثر. القوات اللي العيب الوحيد القوات اللي بتساعد حميدتي في السودان. كويس. بقي ده بالنسبة لنا عشان كده اعتبرته ايه؟ طبعا طبعا. كل هذه العناصر بتشتغل ايضا ضمن منظومة وبتاخد مرتبات كبيرة، ما يقرب من 6000 يورو شهريا، وده رقم كبير. وبالتالي هذه السياسات اعتقد لن تتغير، وان ما حدث من ساعة التمرد اللي قالوا عليه وزحفهم ناحية موسكو وبعدين وقفهم ورجوعهم وانسحابهم الى بيلاروسيا وتدخل الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو للتهدئة وعقد اتفاق مع الرئيس بوتين، انا اتصور ان الامر من ده الكلام ده من اكتر من شهرين. أيوة. انا اتصور ان الدولة الروسية قامت بتنظيم الفكر وتنظيم الاجراءات وترتيب البيت لمجموعة فاجنر بمختلف اذرعها ومختلف الدول اللي هي فيها وترتبت الامر. ولكن من يظن على عكس الكثير، من يظن ان الرئيس بوتين هو من امر، ما عشان كده انا الحقيقه كنت عايز ابتدي مع حضرتك من النقطه ديت، لكن احنا وصلنا لها في التوقيت المناسب. انا مش بسال اسئله عاطفيه، يعني ما اقصدش ان انا اقول ازاي يبقى في هذه العلاقات وان صح التعبير بياكل من يد طباخه وبتصله الاغذيه من هذه المطاعم او من هذه المحلات، لكن انا بتساءل ازاي يبقى في هذه الخدمه لروسيا ويبقى في هذا الظن بانه ما حدث من تمرد هو مجرد مناورة اعلامية ربما لغرض عسكري روسي اكبر، وكون هذه النتيجة بنهاية يتهم فيها الرئيس بوتين. شوف انا اقول لسيادتك يعني الامور يتناقض بعضها مع بعض. شوف
اللي حصل ان في قوات فاجنر ساعدت في محور بخمت كويس قوي، لان كانت قدامهم عناصر او كتائب مرتزقة تسمى الكتائب النازيين وليست قوات اوكرانية. كانت في عدد من المدن وخصوصا على محور بخمت قامت بنجاحات كبيرة، ولم توقف هذه النجاحات ولم تتمكن روسيا من السيطرة على هذا المحور الهام محور بخمت كويس إلا بمساعدة قوات فاجنر، ولكن حدث يعني فيها خسائر كبيرة. العسكريين في وزارة الدفاع الروسية أثنوا، والرئيس بوتين أثنى على القوات ديت، ولكن حدث هناك خلاف في الرأي ما بين يفجيني ووزير الدفاع كوريشينكو. أيوه. وزير الدفاع الروسي. ويعني احيانا الغرور القاتل ان فيجيني بدا ينتقد القاده العسكريين الروس، وانتقد ايضا وزير الدفاع وطلب اقالته. هو كان نقطه على ما يعني تم تلخيصه بعد رحيله، انه كان انتقاده للقادة العسكريين مش للرئيس بوتين. ما هو كان وصل هو انتقد وزير الدفاع، كان وزير الدفاع كويس بشكل مباشر واعلن ويجب اقالته، ان هو غير كفء لاداره العمليه العسكريه لانه حقق نجاحات ولكن حصل عنده نسبه من القتل كبيره. وبالتالي انا اتصور ان ده كان مدعاه لعمل مخابراتي غربي ده تدخل فيه، وانا لا استبعد جهتين. أص المصائف في كل الاعمال المخابراتيه هي انجلترا. يعني ما فيش احتمال ان الولايات المتحده او فرنسا يكون لهم مصلحه في مقتل بريجين؟ لا، انا بتكلم الاول على التمرد. من دفع يفيجيني للتمرد انا اعتقد كان وراه باساليب مختلفه المخابرات البريطانيه. يبقى اذا هو باع ولاءه في لحظه من اللحظات يا طبعا، وخصوصا ان هو ما انت كنت بتقول لي هم قوميين، يعني خليني اقول لك ان التعبير دوت احنا قلناه لفتره، ولكن هم اكثر منهم بيأدوا خدمه مقابل مال، بيأدوا الخدمه مرتزقة العسكريه مرتزقه التعبير الادق يعني. تمام، بالظبط كده. وبالتالي ما حدث من عملية تمرد كانت نتيجة عمل مخابراتي محكم، ولما يعني اصل هذا الموضوع لو مخطط له منهم وهم عايزين ينفذوه ما كانوش اولا اعلنوا عنه، نمرة اتنين ما كانش سهل ان هو ينسحب والشروط اللي قال عليها الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو يوافق عليها. اذا هو يعني خاطر وحد لعب في دماغه زي ما بيقولوا، وخلاه اعلن عن خطوات لقى نفسه هيتورط، وخصوصا ان الجيش الروسي مش هيهزر معاه. كان ممكن الطيران يعني هيبيده القصه هيبيده دي كلها، بس كانت هتبقى في مشكله كبيره. كويس. وبالتالي ده اللي بيخليني بقول لك ان من هذا التوقيت اكيد روسيا اعادت ترتيب الاوراق لكل افرع فاجنر اللي موجوده في كل الدول، وبالتالي لا خوف على هذا الموضوع. طيب نوصل للنقطه الاخرانيه من كام يوم، وهو مقتل يفيجيني ونائبه اللي هو ديمتري اوتكين، اللي هو اللوتنان كولنل اللي عمل الشق العسكري معاه، لان احنا نعيد تاني كانت شركه مدنيه تمد الجيش الروسي بالاغذيه. كويس. التاني عمل والتاني مده بالشق العسكري وجاب له العسكريين المتقاعدين والناس اللي خارجه من السجن والناس اللي خلصت خدمتها وبداوا يشتروا سلاح وتحصل القصه دي. طيب هل في حد في العالم لو حصل للناس ديت حاجه مش هيدي صوابع الاتهام مباشره الى الرئيس ولا دولة روسيا والنظام الحاكم فيها ضد مقتلهم؟ ما هو القصة مصنوعة من شهرين بقى، يعني خلقت المبرر انه ان انا يعني ان صح التعبير الصق به التهمة. تمام كده. طيب لكن ده ما ينفيش احتمالات وجود طرف ثالث يعني. انا بقى الحقيقة ها عايز اقول ان في اخبار ان 10 حوادث في 22
رئيس التنفيذي لشركة غاز بروم في يناير، نائب الرئيس في ابريل، شركة لوك اويل الرئيس. يبقى اذا حد بيعبث بطياراتهم يا سيادة اللواء، صح التعبير يعني. 12 حادثة، 14 حادثة في 22 عام 2022 كويس. 14 حادثة رجال اعمال. الشركتين الكبار شركة غاز بروم ها وشركة لوك اويل، اتنين من المالتي ملياردير يلاقوهم ورا بعض، اللي مشنوق واللي مطعون، وهو ومراته وابنه او هو وزوجته واولاده مقتولين مضروبين مطعونين. وطبعا الناس دي يعني المالتي ملياردير دول واصحاب الشركات عليهم حراسات وعليهم. طب انا عايز تشير باصابع الاتهام اذا كان في سند موضوعي، وعلشان وقت ما يسرقناش يهمني بقى طالما وصلنا للنقطه ديت ندرس تداعياتها على مستوى العالم. هذا ان صح فرضه صراع خفي ساخن بيشير لتأجج الحرب العالمية الكبرى القائمة بالفعل الآن. طبعا 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 أجهزة مخابرات غربية وراء ما حدث، أجهزة مخابرات لو بس ركزنا، واللي كان حاضر وواعي في 2001 بعد سقوط البرجين أول 14 ساعة وأول 15 ساعة عدد المحللين الأمريكان اللي خرجوا قالوا إن لا يمكن ها هندسياً إن كمية الوقود اللي في الطيارة دي ودي يوقعوا الأبراج دي كويس، وإن ده تفجير من الداخل تزامن. بعد وصل إنه يعني قال لك إن الصور نفسها مفبركة كويس، وإن الشغل بالهيلوجرام. وبالتالي إحنا أمام أعمال مخابراتية تمت لتسهيل ايضا. هل امريكا يفوت عليها ان ناس كانت متعلمة على طيران شراعي تسوق طيارات كبيرة بعد 10 ساعات و 12 ساعة تدريب على طيران شراعي ويدخل بيها في مبنى؟ يعني هذا وراء الخيال، هذا وراء الخيال. اللي بيسوق الطياره دي فهمت فرضتها على العالم. وبالتالي وطبعا مسيطر عليه. طبعا كمان في الملاك بتاعهم الثلاثة اليهود راحوا عملوا تأمين قبلها بأسبوعين وقبلها بشهر بثلاثة مليار دولار على كل برج من البرجين. يعني أصابع الاتهام بعيدة، ولكن طبعا الميديا والإعلام والسي اي اي قفلت على الناس اللي أشاروا. ده كان المبرر الاستخباراتي عشان نضرب في أفغانستان ونضرب في العراق. أي أنا لا أستبعد إن هناك مبرر استخباراتي عشان نضرب الطيارة بتاعت يفجيني والنائب بتاعه والسبعة اللي معايا غير التلاتة عشان ندين النظام الروسي أمام العالم. هو يعني واضح من بداية يعني إن صح التعبير استدراج الرئيس بوتين إلى المستنقع الأوكراني، يعني إن صح الوصف، إن هو شخصه مستهدف من الغرب. شخصه لانه نهض بروسيا نهضة. روسيا طالعة بعد يعني الاتحاد السوفيتي اللي كان كفة بتوزن قدام الولايات المتحدة انهار بسبب رشوة وعمل استخباراتي ايضا بدون ما يضربوا طلقة كويس. وبالتالي لما تمكن شخص مخلص لبلده من اعادة بناء الدولة دي وخليها دولة قوية ودولة واقفة على رجليها وهي عندها القوة العسكرية وبيقويها اقتصاديا ايضا، فلازم يكسروه. اللي بيعمله امريكا واللي بتعمله بتخليه تدفع اوروبا ليه لمساعدة اوكرانيا وإطالة زمن الحرب ليه، ربما يحدث خطأ ويحصل اي تعامل نووي عشان تقوم حرب عالمية. يعني امريكا تدفع العالم لي حرب عالمية تالتة هي والغرب. امريكا دلوقتي بتسمح لعدة دول ان هي تدرب الطيارين على الاف 16، اكتر من 42 طيارة اف 16 رايحين لاوكرانيا. هم يريدوا ال 42 طيارة مش هيعملوا حاجة،
وتدريب الطيار 10 ساعات 20 ساعه 40 ساعه على طياره مش هيقدر يعمل حاجه. خلينا صراحة انا بتكلم من منطق العسكري، ولكن هو اطاله لزمن الحرب، ربما يخطئ احد الجانبين ويطلع طلقه غلط تشتعل الحرب العالميه اللي هي امريكا بتقول انا قاعده بعين، وهتبقى الحرب العالميه ما بين روسيا والناتو او اوروبا فقط، وهي قاعده بعيد، وبعدين اذا تطورت الامر تتدخل هي نوويا. كان نفسي الحديث طول ما حضرتك اكتر من كده، بستمتع بتحليلاتك، لكن في كل الاحوال انا شايف ان احنا خدنا من حضرتك قدر كافي ومعقول عن كيفيه رحيل إيفغيني بريغوجين وتاثيراتها على فاغنر من عدمه، وتاثيرات دوت على الساحه الدوليه والصراعات ومستقبلها. على كل حال بشكرك شكر جزيل. شكرا. سيادة اللواء محمد الغباشي أمين عام مركز أفاق للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا، شرفتنا يا فندم. شكرا. وكل الشكر لحضراتكم مشاهدين الكرام على حسن متابعة هذه الحلقة من برنامج من القاهرة، على أمل اللقاء في حلقة مقبلة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.